من اليمن إلى تونس، حيث أكدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية أنه سيتم اعتبارا من اليوم وحتى الثلاثاء المقبل وضع القوائم الأولية للناخبين للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها بداية أكتوبر القادم، مشيرة إلى أن موعد الطعون على تلك القوائم يبدأ يوم 26 من يونيو الجاري ولمدة يومين. إذن للتعليق حول هذا الخبر ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ محمد عز الدين، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام والكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون العربية. نرحب بك على إكسترا نيوز وصباح الخير. وهل يمكن بهذا القرار ممكن فهم أن الأجواء في تونس حاليا مهيئة لإجراء الانتخابات البرلمانية ومن ثم الرئاسية؟ أهلا بحضرتك. بالطبع الانتخابات هذه المرة تأتي في ظروف مغيرة. كما نعلم حدثت بعض التعديلات في مسار الذي يحدد من سيكون بمقدوره الترشح، أيضا انضمام أكثر من 1.5 مليون صوت انتخابي جديد، أي أن قوى الشباب سيكون لها دور أكبر في الانتخابات سواء التشريعية أو الانتخابات الرئاسية في نوفمبر. الوضع في تونس يتحرك كثيرا، حدثت بعض التغييرات في الحكومة في الفترة الأخيرة، وبالتالي حدثت أيضا تغييرات على بعض المقاعد وترتيب عدد المقاعد التي يحظى بها الأحزاب الرئيسية في البرلمان التونسي. أيضا هذا يدفع إلى ارتباطات جديدة أو احتمالات لتكتلات جديدة تبعا للقوى التصويتية، حيث أن الأحزاب الرئيسية لا تحظى بنفس قبول الشارع حاليا في تونس، بل أن قوى التجديد والتغيير تضغط سواء على مستوى الأحزاب أو حتى على مرشحي الرئاسة والذين تأثروا من التعديلات الأخيرة المقررة على شروط الترشح. نعم، طبقا وهذه التعديلات جرت أيضا في القانون الانتخابي التونسي، يعني لصالح من هذه التعديلات؟ هل هذه التعديلات ربما تضمن نزاهة العملية الانتخابية، تضمن مشاركة قطاعات ربما تكون مهمشة أو كانت مهمشة سابقا في العملية الانتخابية؟ كل ما تفضلت بذكره، الأبرز على الساحة هو عدم ترشح بعض من تصفهم الأجهزة التونسية والشارع التونسي بأنهم يحصلون على تمويلات أجنبية أو أنهم يمارسون دعاية تعتمد على توزيع المساعدات سواء المساعدات الإنسانية أو الخدمات المقدمة قبل فترات محددة، وهناك أشخاص معينون وهناك أجهزة وجمعيات وتنظيمات، بل تصل إلى أنها أنظمة تجمعات مشبوهة أو تتسم بدعم الإسلام السياسي بشكل أو بآخر، وقد يكون منها ما هو مرتبط ببعض التنظيمات الإرهابية أو المحظورة في المنطقة أو في العالم. التغيرات أعتقد أنها ستفرض طابع جديد للانتخاب لاختيار المرشحين، وخاصة أن قائد السبسي أعرب عن الرئيس التونسي أعرب عن عدم نيته الترشح أو عدم رغبته كتعبير أكثر تحديدا في الترشح لفترة رئاسية ثانيا، على الرغم من أن القانون يسمح له بذلك، وهناك مرشحان رئيسيان بالنسبة للحزب الذي ينتمي إليه، بالإضافة إلى التشكيلة المعروفة للأحزاب في تونس وأبرزها التوجهات الإسلامية.
نعم استاذ محمد، المعروف ان النظام الانتخابي في تونس او الناخبين في تونس ليسوا يعني هذا النظام ليس مفتوحا امام كل الناخبين للادلاء باصواتهم في الانتخابات. لابد للناخب اولا ان يسجل باسمه ثم المشاركه في هذه الانتخابات. برايك هل هذا النظام هو مناسب لتونس حاليا ام ان النظام المفتوح هو الاكثر يعني مناسبه للظروف الموجوده حاليا في تونس؟ هناك آراء متضاربة في هذا الشأن، ولكن ما يفرض الأمر حقيقة هو طبيعة الحالة والسياسية والأحوال التي تمر بها تونس حاليا. تونس تمر بإجراءات تقصفية حكومية منذ عدة شهور، بالإضافة إلى شبح الإرهاب الذي يطل برأسه ليس مجرد في تونس وإنما دول المغرب العربي المغاربية كلها، وخاصة بعد انهيار الأوضاع في ليبيا وسيطرة بعض الجماعات على المتحكمين في الرئاسة في ليبيا. أيضا لابد من معرفة أن الشعب يرغب في التجديد والتغيير. البعض يرى أن هذه الأمور هي حماية للديمقراطية في تونس، قرار يهدف لدعم المستقلين بشكل أكبر، تكافؤ الفرص بين المستقلين والأحزاب التقليدية، أي أن التعديلات الجديدة أو أن النظام في تونس هو الأقرب للحالة السياسية والاقتصادية والأمنية أيضا التي يمر بها الشارع. نعم. لكن هل تتفق مع بعض الآراء التي تقول أن هذا النظام المقيد إلى حد ما إنجاز هذا الوصف لا يضمن مشاركة قطاعات واسعة تحديدا من بعض الفئات التي لا تشارك بطبيعة الحال في هذه الانتخابات، كالشباب، كالمرأة، كصغار السن الذين لا يشاركون في هذه الانتخابات ولا يسعون لتسجيل اسمهم في قوائم الانتخابات؟ هل مثل هكذا نظام لا يضمن مشاركة هذه القطاعات أو هذه الفئات في العملية الانتخابية؟ هو كما ذكرت حضرتك هناك تباين في الآراء. بالفعل من لا يرغب في المشاركة في الانتخابات بالطبع لن يشارك، أما الأمر إذا كان مهتما بالحالة السياسية والتغيرات المتسارعة. نعم. لكن أقصد أنهم مجهود إضافي لأولئك الذين لا يهتمون ربما بالسياسة لن يذهب إلى تسجيل اسمه ثم يذهب مرة أخرى للإدلاء بصوته. لا أعتقد أن هذا الأمر، تونس لديها وعي انتخابي عالي أكثر من أكثر الدول التي لديها مشاركة ديمقراطية وحرص من الشباب والمرأة بشكل رئيسي، فهذا الأمر أو هذه الإدعاءات التي قد يطلقها البعض أعتقد أنها لن تعوق الناخب أو الناخبة تحديدا التونسية عن المشاركة في الانتخابات. هناك وعي انتخابي عالي من جانب الناخبين التونسيين، وأعتقد أن المشاركة ستكون عالية سواء استمرت الانتقادات إلى تعديلات في النظم الانتخابية أو حتى هذه التغييرات الجديدة في نظام التصويت والإدلاء الصوت الانتخابي في اللجان في مرحلة لاحقة. نعم، والمعروف أيضا اتساقا مع ما ذكرت أستاذ محمد أن تونس أو الشعب التونسي هو من أكثر الشعوب العربية التي يسجل حضورا في الانتخابات بنسب عالية. الأستاذ محمد عز الدين نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه التفاصيل وهذه المداخلة، حدثنا عما يتعلق بالانتخابات التونسية البرلمانية ومن ثم الرئاسية. شكرا جزيلا. مشاهدينا الأعزاء، نذهب إلى فاصل قصير ونعود بعده لاستكمال باقي فقراتنا من الآن.